23 من فيفري هو اليوم الوطني للقصبة، قلب العاصمة التاريخي ونبضها الثوري. تستوقفنا القصبة وفي هذه المناسبة لمعاينة حالتها التي كلما ذكر اسمها ذكرت مشاريع الترميم وعراقيل التطبيق. القصبة يعني المدينة الجزائر القديمة هي كنز، كنز لا يقدر بثمن. لماذا كنز لا يقدر بثمن؟ لأنه أحد المعالم الهامة التي بقيت في حوض البحر الأبيض المتوسط عن تقنية بناء، يعني سوف تبيد كما قلت إن لاحقا أو يعني في وقت قصير. الآن على سكان القصبة، على السلطات وعلى المختصين والمهتمين والمحبين لهذا الموقع الأثري اللي هو أهم موقع في ربما في البلاد، يعني موقع معماري، أنهم يعيدوا لهذا القصبة رونقها. المتحف البحري أو ما يسمى بأقباء خير الدين يلتحق بمجموعة معالم القصبة مؤخراً. هذا المعلم هو هدية من القوات البحرية الجزائرية لوزارة الثقافة لإنشاء المتحف البحري. ان ريزومي، نحن في داخل أميرالية الجزائر، يعني هذا ما يعلي بمكانتنا. هذا المعلم التاريخي هو عبارة عن كان مخازن في لميناء الجزائر، تبناه في الفترة العثمانية. يعني ما نعرفوش إذا كانوا يرموا السفن هنا ولا كانوا غير يخزنوا واش كانوا يجيبوا من البحر. هذا الفضاء الجديد يضاف إلى رصيد المعالم التاريخية للقصبة، وفي انتظار استلام الدراسات النهائية الخاصة به يمكن زيارته بعد تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني.